ممكن هذه الأيام هي آخر أيام حياتي. الثانية واضرب الثالثة واطعنه في بطنه واطلع. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. أول شيء الله يعطيكم ألف عافية، شكرا والله. شوفوا في كل مقطع قاعد أشكر لأني قاعد أحصل كلام جميل تحت في الكومنتات، وتأكد أي كومنت جميل راح أضغط عليه زر القلب. مثل ما عرفنا يا جماعة الخير في القصص، يتجنبنا من شيء في المستقبل أو تعلمنا أحداث الأولين عشان نتعظ منها. والقصص شيء جميل في هذا العالم. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، باقي لنا شوي عشان نوصل للمليون. يلا اشترك عدنا الوصول للمليون. وبرضه يا جماعة الخير هذا السناب الخاص فيني تحت، توني فاتحة جديد ما له ولا كمل يمكن 12 يوم أو 13 يوم، تابعني على هذا الحساب. يلا خلنا نبدأ في قصة اليوم. قصة اليوم ترجع يا جماعة الخير لشخص اسمه مناف. يقول مناف: كنت في عمر 16 أو 17 سنة، وكنت عايش بين أسرة، والأسرة هذه متوسطة الدخل، يعني لا هي بالغنية ولا هي من الفئة اللي تحت. المهم مناف يدرس في مرحلة المتوسط، وكان راسب ما يقارب سنة أو سنتين. طبعا الرسوب هذا ما كان في المتوسط، كان في ايام الابتدائي. المهم علينا، مناف عنده اخويا داخل المدرسه. مثل ما انتم عارفين الاخويا مهمين في المدرسه بشكل كبير، كل شخص عنده واحد اثنين يعتمد عليهم. مناف يقول: عندي واحد اسمه نايف والثاني اسمه محمود. المهم يقول مناف: نايف خويي شخص يحب المشاكل وين ما صار، يموت في شيء اسمه مشاكل، حبا جمع المشاكل عنده، يحبها حبا جمع حرفيا. يقول: المهم في يوم من الايام اختبارات ثاني متوسط، بنروح لثالث متوسط الاختبارات النهائيه. يقول طلعنا ذاك اليوم الصبح آخر اختبار، قبل ما نروح الاختبار أفطرنا سوا وتوجهنا للاختبار واختبرنا. كان متفق نايف، كان يقول: بعد الاختبارات أبغاكم، يعني من أول ما نخلص الاختبار نبغى نجتمع أنا وأنت ومحمود. مناف قال له: خلاص أوكي ما في مشكلة، وين تبي نجتمع؟ قال: عند باب المدرسة. قال له: خلاص تم، يخلص الاختبار وأجيك عند باب المدرسة. قول مناف: طلعت من المدرسة إلا صدق وحصل نايف ومحمود قدامي. آه نايف وش عندك؟ إيش تبغى نسوي؟ قال: اسمعني، إحنا نبغى نمر على السيارات ونجرب هل هي بتنفتح ولا لا، والسيارة اللي تنفتح ناخذ اللي جواها ونمشي. قول مناف: انا والله ما استغربت الشيء هذا من نايف، ولكن قلت اخر اختبار وخلنا نفله مره واحده، بتجي اجازه طويله، يلا خلنا نسوي اللي يبغى. المهم نمشي وراه ونصير نمر كذا في حواري ضيقه ونجرب نفتح السيارات تك 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 كذا ما تنفتح، ونحاول في كذا سياره على نفس الطريقه تك 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 ما تنفتح السياره ابد، سيارات مقفله. يقول الا نمشي ونحصل سياره، والسياره هذه فيها فلوس على الدرج. الا قلت: هي نايف تعال هذه فيها فلوس. والمشكله فلوس بسيطه مره، ونحاول تك 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 عيت تنفتح. المهم نقوم ونكسر القزازه، طبعا القزازة اللي ورا على المثلث هذه، ندخل يدنا تشك ونفتح السيارة وناخذ الفلوس. يقول: فلوس ما تجيب لنا شيء حرفيا. المهم وناخذها ونمشي ونتقاسم الفلوس، ها نروح نشتري فيها ونشتري فيها، وكنا مبسوطين. لا لا مبسوطين مبسوطين بشكل كبير، حسينا ان احنا سوينا انجاز بعد الاختبارات. يقول والله نطلع وكل واحد يروح لبيته. يقول مناف: بيت محمود وبيت نايف قريبين عندي، يعني يبعدون لكل واحد ابو 8 دقائق، ولكن انا في المنتصف، في يميني نايف ويساري محمود، يعني لو محمود يبغى يروح لنايف يمر لمي والعكس كذلك. المهم وتجي الاجازه، واول اسبوع اول اسبوعين من الاجازه كله سفريات مع اهلي. رجعنا بعد اسبوعين او 3 اسابيع كذا حدودها، يقول له كذا نمشي بالسياره وندخل حاره، الا اشوف اخوياي محمود ونايف قاعدين كذا على الرصيف، يوم شافوا سيارتنا قالوا ينطون ويهشرون: هاي مناف مناف، فرحانين ان مناف رجع. يقول له ابوي يقول: يا حليلهم هذولي، منهم هذولي؟ قلت والله يبا هذولي اخوياي نايف وهذا الثاني اسمه محمود. قال لي والله ونعم ونعم فيهم. يقول نمشي شوي ويلبق ابوي وننزل اغراض واقابل اخوياي. هلا والله وينك من زمان عنك، اقسم بالله اشتقنا لك. يقول نايف ميد مناف: والله تمنيت ان الاجازه ما خلصت، يعني اللي نعرفه من هنا ان مناف شخص محبوب بينهم، وهو يحبهم ولا يبغى يزعلهم ابد. ها وش الخطه وش الوضع وش جدولكم؟ والله اسمع يا مناف، احنا جدولنا نطلع من الصبح ونرجع على المغرب العشاء لبيوتنا، يعني طالعين بدري وترجعون متاخر شوي، كذا الوقت برا البيت. قال لا يعني نمشي من هنا ونروح من هنا ونجتمع ونقعد، المهم ونسوي اشياء كثيره. قال خلاص انا معكم، ولكن انا ما راح اجيكم من الصبح. قال انا موعدي بيني وبينكم بعد الساعه 12 الظهر. قالوا لا خلاص تم. المهم اليوم الثاني يطلعون محمود ونايف الصبح، ومناف يجيهم بعد صلاه الظهر. مرحبا هلا والله وش الخطه وش بنسوي؟ يقول مناف: مرت الايام واحنا على هذه الحاله، اسبوع اسبوعين واحنا على هذه الحاله، في يوم من الايام احتجنا الفلوس، وانا ما اقدر اطلب من اهلي فلوس ان تونا جايين من سفر، واخوياي هذولي برضو يدورون الفلوس. قلت لهم: يا الربع وش رايكم نشتغل؟ قالوا نشتغل ليه نشتغل؟
يشتغل، قال يا اخي نجمع فلوس يعني نحاول نجمع لنا كذا ريال ونمشي فيه امورنا. قال لهم محمود خلاص تمام، الا نايف كان شوي معاند وباليلا خليناه يوافق، واستمرينا عليه استمرينا عليه ضغط، بالاخير وافق. قال ايش تبغون نشتغل؟ قال في محلات سباكه ورا واتوقع انهم يدورون احد يشتغل عندهم، وش رايك نروح نسالهم ونشوف؟ يقول والله ونمر على المحلات السباكه واحد ورا الثاني، تبغون احد يشتغل تبغون احد يشتغل، الا في واحد قال لي تعالوا انا ابغاكم تشتغلون عندي، وظيفتكم توصلون الاغراض من المستودع للمحل ومن المحل للمستودع. قال والله خلاص تم ما عندك مشكله. يقول صرنا نشتغل على هذه الشغله فتره طويله، يمكن كملنا فيها شهرين وباقي على الدراسه شهر، وطبيعه عملنا يا جماعه الخير نروح ناخذ الفلوس ونروح للمستودع وناخذ الاغراض ونسلمها للزبون، بعدها ناخذ الفلوس هذه ونسلمها لنفس التاجر اللي هو راعي المحل. يقول كان وضعنا تمام الا في اخر الايام ما ادري وش طرى على راس نايف، في يوم من الايام جانا شخص، والشخص هذا طلب كمية كبيرة 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 مرة، الكمية هذه بتكون فيها الفلوس أكيد كثيرة. يقولوا حطانا فلوس كثيرة كذا، رزمة فلوس كثيرة مرة. يقولوا ناخذها ونروح نجيب الأغراض لأن إحنا بنسلمها للزبون، ورحنا وسلمناها للزبون، فالآن دورنا ناخذ الفلوس هذه ونروح نعطيها التاجر. ولكن نايف قال والله العظيم ما أعطيه ولا ريال، قال ولا ريال ياخذه يا ابن الحلال يا فلان، قال ولا ريال. من الأخير يقول نايف إحنا خفنا لو ما أعطاه ولا ريال بيحسبنا إحنا اللي سرقنا، ولو صار نايف برضو الموضوع مربوط فينا بيقول خويكم جيبوه، افضل حل ان احنا نسحب مع نايف ونسحب على المحل بكبره، اصلا ما بقى على الدراسه شيء. يقول والله سحبنا على المحل نرجع لبيوتنا ونوزع الفلوس بيننا. يقول فلوس كثير يعني لو شافها ابوي بينجن، بيقول منين جبت الفلوس ذي؟ كل واحد خذ قسمته، مر اليوم الاول يمر اليوم الثاني اليوم الثالث، الا الشرطه واقفه عند باب بيتنا احنا، طق 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 طق، مناف موجود؟ اي نعم موجود، كيف حالك طيب؟ تاجر يبغاك حق المحل اللي ورا. يقول انا خفت خوف غير طبيعي، واروح للتاجر الا حصل اخوياي نايف ومحمود وحصلهم قدامي، شو السالفه وش صاير؟ يقول وانا قاعد اسوي نفسي مجنون. يقول الا لاحظت نظرات غريبه من نايف ومحمود، النظرات هذه خوفتني بشكل كبير، نظروني كذا والثاني ناظرني كذا، حسيت الموضوع في شيء شوي. لراعي المحل يقول لي يا مناف من اذلك تاخذ الفلوس؟ انا خفت، أنا مالي دخل والله مالي دخل. قال أخوياك اعترفوا عليك، وناظر في أخوياي مستحيل، هذولي أخوياي اللي أثق فيهم، هذولي أخوياي اللي يدرسون معاي وأعرفهم زين، مستحيل يقدرون بنفس كذا، لا لا مستحيل. قلت له يا ابن الحلال أنت مضيع فيك شيء، والله العظيم ما أخذنا ولا شيء منك. يقول وصرت أحلف من الخوف. إلا يقول لي التاجر يا مناف طلع الفلوس الآن لا خلي الشرطة تشيلك توديك السجن. يقول أنا خفت، أنا والله مو رأس البلا، صدق أنا تقاسمت الفلوس ولكن مو أنا. شوي للتاجر يقاطعني، قال لي ما تبي تعترف؟ الا شوي ناظر في نايف ويقول ها يا نايف مو مناف ماخذ من الفلوس، ويصدمني نايف يقول ايه اخذ من الفلوس. قال يعني هو راس البلاء؟ قال ايه هو راس البلاء. انا حطيت يدي على قلبي وانصدمت من الموقف اللي شفته، خويي اللي اكل واشرب معاه، خويي اللي ادرس معاه، خويي اللي كانت بيني وبينه ايام حلوه، نايف يا ساتر شلون هذا الموقف يطلع منك؟ بيناظر في محمود ومحمود نفس الحكايه. يقول انا ما شلت هم محمود. يقول محمود حرفيا شخصيته شوي مهزوزه، انا شايل هم نايف، بعرف ان محمود يلعب عليه بالكلام، لو قال له نايف طب في النار طب، ولكن مستغرب ليه نايف قلب علي نفس كذا. الا الشرطي قال يا مناف لازم الان تروح تجيب ابوك وتجينا، وداني عند بيتنا قال انزل نادي ابوك، وروح نادي ابوي وانا متفشل وراسي على تحت، وابوي يدري ان هذه الحركات ما تطلع مني، ولكن خذ مني انطباع سيء، صار يراني بالسوء حرفيا دائما. الا نادوه الشرطه وقالوا ايش السالفه، وياخذون ابوي يودونه قسم الشرطه، كيف حالك ابو مناف ولدك سرق فلوس كذا 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 كذا. بناظر في ولده قال لها انا قصرت معاك بشيء يا مناف، اي شيء تبيه جبته لك، قل لي هل يوم من الايام قصرت عليك بشيء؟ سفر وسفرتك، واجهزه الكترونيه وشريت لك، وجوال وعطيتك، اشياء كثيره وفرتها لك. يا اخي ما تحس بابوك انت؟ تراني انا اتعب عشان انت بس تطلع بصوره كويسه. مناف ما قدر يقول ماذا ابوه شيء، ابوه خلاص طبع الصوره السيئه على ولده انه هو شخص حرامي، والحين ايش راح يقولون عن ولدي؟ يقولون له هذا ولده حرامي. الله يصبرني على هذه المشكله. طيب يا حضره الضابط وش راح تسوي مع ولدي مناف؟ قال بما ان مناف سرق يا يتنازل راعي المحل، قال يا ولدك يدخل قسم الاحداث وينسجن فيها. الا الابو يروح يكلم التاجر، يا ابن الحلال هذا ولد صغير وتكفى
وتكفى ويقعد يتطلب فيه. حرفيا التاجر كان شخص حبيب وطيب وقدر ان الولد الصغير ممكن يخطي، لازم تمشي له يعني شوي وممكن يتعدل مع الايام، بالخطا ما يستمر على حاله دائما. قال له خلاص انا مسامحك، ولكن يا مناف لعد تعوده. قام مناف وحب راسه، قال والله يا عم ان مالي دخل واني انا ظلمت. طبعا العم ما هم الكلام هذا، قال الله يستر علينا وعليك وبالتوفيق لك، مع السلامة. يقول انا طلعت مع ابوي وركبت السيارة، ابوي ناظر فيني وناظر فيه، الا ابوي قال لي كلمة، قال لي يا مناف مال الحرام ما يدوم، اذا بغيت شيء لا تلجأ للناس وانا موجود، نهائيا لا تلجأ للناس يا مناف، لو تحتاج اي شيء انا راح اوفر لك. وصرت اقول لابوي جايبه تراني انا ما سرقت، واللي سرق تراه نايف، واقول لك اشياء يبا صارت قبل في المدرسة بعد الاختبارات. يبا تدري النايف في سيارة كسر قزازتها وخذ فلوسها، وكان يشجعنا نحن نسرق السيارات. قال نايف هذا؟ قال ايه نعم نايف هذا. قال له سرق اي سيارة؟ قال امشي اوريك اياها. قول نمشي بالسيارة، ابوي يبغى يثبت الان هل صدق كلامي صدق انا ولا قاعد اكذب عليه، ويمشي بالسيارة لين وريت السيارة اللي انكسرت قزازتها. قال هذه السيارة؟ قلت له ايه. قال هذه السيارة ترى اعرف راعيها، تبغى اتصل عليه واتاكد؟ قال اتصل عليه. يقول المهم ان ابوي خذ الجوال، طيط 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 طيط. سلام عليكم، هلا والله ابو فلان كيف حالك طيب، سيارتك انسرقت قبل فترة انت؟ قال له ايه. قال الله يعوضك. قال ليه وش فيه؟ قال لا لان حتى انا سيارتي انسرقت، ولكن حبيت اتاكد يقولون حتى انت سيارتك انسرقت، شكل فيه حرامي في الحارة. المهم يقفل الخطيط. هنا ابو مناف بدا يتاكد ان مناف ولده بريء ومظلوم شوي، وان نايف هو راس البلا، على ان هذا الموقف ما يثبت ان برضو نايف ومناف بريئين كلهم. يقول مناف رجعنا البيت وانا حرفيا زعلان على نفسي وزعلان من خويي، ليه سوى فيني الحركة هذه. وتمر الايام وتجي الاسابيع وترجع الدراسة لوضعها الطبيعي، وانا صرت هنا في ثالث متوسط. طبعا انا اكبر من نايف ومحمود، اكبر منهم عمريا، لاني راسب ترى قبل سنتين، يعني بنيتي الجسمية اكبر منهم شوي. يقول المهم رجعت الدراسة واقابل نايف ومحمود جوا المدرسة. طبعا انا صرت ما عاد اكلمهم، حرفيا صرت ما عاد اكلمهم نهائيا، يا اخي انظلمت منهم وما حد يلومني. يقول المهم دخلت المدرسة واصير ابغى اتعرف على ناس جدد في المدرسة عشان اصير معهم. طبعا في ناس اعرفهم من اول او ثاني متوسط، وادخل مع كذا شخص واصير اسولف معهم، ونايف ومحمود يمرون من قدامي ينظرون فيني كذا بنظرة الاستحقار. وفي شيء في مناف انا ما قلت لكم عنه، مناف يا جماعة الخير شخص طيب 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 بما تعنيه الكلمة، حبيب مرة مرة حبيب مرة، ما يبغى المشاكل ولا يبغى يطيح في مشاكل كثيرة، ولكنه ينجرف مع اخوياه. يقول المهم يمر نايف كذا ومحمود ينظرون فيني كذا بنظرة الاستحقار، يقول انا ما علي من محمود. يقول محمود شخص حرفيا بلا شخصية، هذاك لو سوى اي شيء بيسوي معاه. يقول صاروا يمرون يناظروني، وصار نايف يحط عينه في عيني ويعني كأني انا ترى فايز عليك. يقول ما عطيته وجه، والحالة هذه تتكرر. وطبعا لا اخفيكم انا كنت اخاف من نايف شوي، لانه شخص راعي مشاكل وممكن يسوي لي اي شيء، ما ابغى احتك معاه ولا ابغى اقابله ولا ابغى اي شيء منه. ونايف كان يدرس معاي في نفس الفصل. يقول في يوم من الايام في الفصل نفسه نايف داخل وريحته دخان ومعاه حب، وقاعد ياكل حب ويتفل الحب على ظهري كذا، ويقوم يتفل ذا الحب على ظهري، وانا بديت اتاذى. ويقول مع كل حبه وحبه يقط كلمات، الكلمات هذه شوي تقهر. ما سويت له شيء في اليوم هذا، قلت افضل حل اني اروح لابو نايف واقول له، اقول له ترى ولدك سوى كذا 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 وفكني منه. يقول الا اطلع من المدرسه واقعد في البيت لين الساعه 4 المساء كذا، واطلع البيت ابو نايف طق 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 طق، سلام عليكم. عليكم السلام. قلت له والله انا مناف ادرس مع ولدك نايف في نفس المدرسه. قال له طيب وش تبي؟ قال له ولدك يسوي كذا 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 ويتفل عليه الحب وسوى المشكلة فيني كذا. قل له شوي ينفجر علي ابوه، شككني بتربية ولدي، انا ولدي ما فيه الا العافية، ولدي مرة كويس ما اسمع لك تتكلم عليه. يقول انا عرفت ان ابوه شخص مو طبيعي، حسيت ان ابوه شوي ما هو متوازن. يقول تركته ورجعت لبيتنا ومشيت الامور كأن لم تكن. يقول انا في هذه المدرسة قاعد اولع نار من نايف وحركاته، يا اخي اللي تغث، يعني غير انك ظالمني قاعد تسوي فيني الشيء ذا. جاء اليوم الثاني واروح للمدرسة، وادخل المدرسة على ان الوضع طبيعي والامور زينة، اللي يقابلني المدير، سلام عليكم كيف حالك مناف طيب؟ قلت الحمد لله بخير. قال لي انت تعرف نايف زين؟ قلت له ايه اعرفه، ولكن انا يا استاذ ترى ما اتواصل معاه بشكل كبير لانه وهقني وحطني في مشكلة وقررت ما عاد اكلمه، ولكن يا استاذ وش السالفة وش صاير؟ قال لا لا ان شاء الله خير. يقول مناف كلامه ما ريحني، ورجعت للفصل وجلست وابي اعرف نايف وش صار عليه. يقول تمر الحصة الاولى الحصة الثانية الحصة الثالثة، يقول
نقول على الحصة الرابعة. قل بعد الحصة الرابعة في هذه اللي يطلعون يتفسحون أو يأكلون أو يفطرون. قل وأنا طالع إلا أحصل نايف واقف عند باب المدير وفي شرطيين داخل المدرسة. يا ساتر الله يعين نايف، وإن شاء الله إنه ما يجي شيء وتمر هذه الحالة إن شاء الله سليمة. مع العلم إن نايف كان ظالمني، ولكن ما كنت أبغاه يوصل للمرحلة هذه إن الموضوع تدخل فيه شرطة ويشلونه ولا يصير فيه مشكلة كبيرة. مع العلم إنه برضو قد دخلني قسم للشرطة. المهم تمر الساعات البسيطة هذه لين انتهت المدرسة، ونايف أنا ما أدري وش صار عليه. في نفس اليوم على الساعة 4 أو 5 العصر، يقول مناف طلعت من بيتنا كالعادة أبغى أروح أتمشى في الحارة وأشوف أخوياي اللي في الحارة. يقول إلا أحصل في وجهي نايف يمسكني كذا ويخنقني ويدفني كذا والمسافة بعيدة ويدفني ويدفني دف وأصقع في السيارة ويصير خانقني مع رقبتي. يا نايف وش تبي؟ مناف من سمح لك تعلم علي؟ يقول أنا قلت له علم عليه فوش. فوش علم عليك يا نايف؟ وش سالفتك أنت؟ شو وضعك؟ من سمح لك تعلم علي؟ والله ما لي دخل فيك ولا علمت عليك، وش تبي أنت؟ سوي نفسك مجنون. وطرخ الكف الأول وطرخ الكف الثاني يبغاني أعترف، وأنا والله العظيم ماني مسوي له شيء. تنايف نزل يدك أحسن لك، ويسحبني كذا ويقطن على الزفلت. إذا طحت على الزفلت وتجرحت يدي أموري أعوذ بالله شينة، وتوني بقوم إلا ويجي يشوتني مع بطني. هنا أنا عرفت أن الموضوع شوي تطور، قاعد يعتقد أني أنا اللي علمت عليه. سالفة التعليم وش مسوي وليه جاي الشرطة ما أدري. يقول أنا قمت ولا أخفيكم هربت من عنده ورحت لين البيت، حالتي حالة ومضروب ومحيوس. قابلت ابوي، الا ابوي قال لي فيك شيء؟ قلت لا كنت العب كوره وطحت. قال لي خلاص ادخل. وانا خايف ومرعوب من نايف. قل مشكله والله العظيم ان عندي امكانيات جسديه كبيره وضخمه، يعني يمديني اطقه، ولكن يا اخي انا ما تربيت على المشاكل وما تعود، ماني راعي مشاكل ابد. يقول مناف الان لازم اعرف نايف وش صار له، ليه الشرطه جت، وش اللي ليه علمت علي. الحل الانسب لهذا الموضوع كله امسك محمود واطلع العلم من بطنه، واليوم الثاني اروح على طول لمحمود. السلام عليكم محمود، كيف حالك؟ ابغاك شوي. اول ما شافني محمود تكهرب وارتبك، تعال تعال لا تخاف والامور زينه، تعال شوي يا محمود. محمود بسال، انت وش قايل نايف عني؟ انا والله ما قلت شيء، والله مو بانا. قلت طيب وش قايل وش صاير؟ مع الضغط والمحاولات قال اسمعني يا مناف، انت امس اول ما دخلت المدرسه وقابلك المدير قال انت علمت المدير ان نايف سرق اسلاك الكهرب. لا والله ما علمت المدير وما ادري اصلا نايف سرق اسلاك كهرب. قال الا علمته. يا ابن الحلال جاني المدير وسالني، قال لي هل نايف حد الآن خويك أو لا؟ قلت له لا ما بيني وبينه أي علاقة. قال والله أنا شفتك قاعد تسولف مع المدير، عرفت إنك أنت المعلم، عشان كذا رحت وقلت لنايف. هنا مناف سكت، ده خلاص مع السلامة ويطلع ويخليه، عرف إنه مظلوم ونايف والله ما يخليه. قال مناف الحل الأنسب لهذا الشخص إني أروح أدور ناس ما يدانون نايف ويا كثر أعدائه في المدرسة. يقول والله وأطلع ذاك اليوم من الفسحة وأنزل مع الدرج ترك 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 وأنزل وأدخل للساحة وأدور لناس ما يدانونه. يقول أنا فراس مجموعة بس قاعد أبحث عنها إلا وحصلهم. سلام عليكم. عليكم السلام، إيش تبي أنت؟ والله أنا كذا كذا وموضوعي كذا ودي أطاق مع نايف. صادق؟ إيش السالفة؟ يقعد يقول لهم السالفة. هم هذولي خذتهم العاطفة شوي إنه شخص مظلوم ويبغى ينتصر. قالوا خلاص تمام، هم عددهم 7 طبعا، قال إحنا بنمسكه ونكتفه لك وأنت اللي تطقه. المهم حددوا يوم ووقت يتقابلون فيه، الموعد الفلاني آخر يوم دراسة بنمسك نايف ونطقه طق. يقول صدق وأنا طالع من المدرسة هم بس سووا دائرة على نايف ما حد مسكه، وادخل كذا وافتح الدائرة وانا كلي غل تعبت منه وامسك نايف. نفس الحركات اللي سواها لي سويتها له، خنقته وطرحته على الارض وسطرته كف. شوي قام يبغى يقاوم اللي هم يدفدفونه واشوته برجلي، والمهم واشوته برجلي الا يقدر الله ويطيح نايف ويصقع راسه في بلقه. قول مناف انا اخترعت وخفت خوف غير طبيعي واروح نايف. نايف تسمعني؟ تسمعني يا نايف؟ نايف ما عاد يتكلم، صار يطلع دم من راسه. انا خفت هنا اكيد ان الولد مات. دقوا على الاسعاف يا عيال، دقوا على الاسعاف. ويجي الاسعاف مسرع كذا ويوقف وياخذ نايف يركبه، وانا مرتبك وش اسوي الحين وش اسوي؟ قلت مالي الا اركب مع نايف جوا السياره واركب مع نايف واروح للمستشفى. على العلم انا اللي طاقه بس ما ابغاه يوصل المرحله هذه. سبحان الله اول مره اطقه ويصير فيه نفس كذا. يقول حسيت شيء غريب، قلت نايف ذا دائما يطاق ولا يجي شيء. ما صارت المشكله الا يوم انا طقيت. طبعا مناف قاعد ينتظر نايف، انتظر الساعه الاولى الساعه الثانيه شوي الا يجي ابو مناف ويجي ابو نايف. شو السالفه وش صاير وش الموضوع؟ واشتد الكلام بين ابو مناف وابو نايف. أولادك لا 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 لا، والثاني أولادك أنت اللي ما فهمت. المهم اشتدت السالفة وكل واحد يتكلم من هنا ويتكلم من هنا. يا ابن الحلال هدوا خلينا نشوف نايف وش فيه. ما يهمهم، كل واحد قاعد يتكلم. شوية لا يجي عسكري شو السالفة ويبدأ يحقق في الموضوع ويفصل الموضوع. وقال
قلت الأسمع. أنا طقيت معاه ودفيته وطاع على البلكة. قال لي أجل دامك معترف هذا الموضوع امشي الله لا يهينك، ننتظر لين يصحى، إذا ما صحى مدة 24 ساعة راح نسلمك، وإذا سلمناك يشوفون هم وش يسوون معاك. يقول صدق وقعد في المستشفى أنتظر نايف يصحى، وتمر الساعات يا شيخ أبطأ ساعات مرت علي في الكون، بطيئة وأحس الدنيا ثقيلة وأحس إني مو في مكاني، مو في مكاني المعتاد. المهم وانتظر يصحى وتمر 18 19 24 ساعة. طبعا نم جوا المستشفى وتبهذلت شوي. بعد 24 ساعة جاني العسكري قال والله أنا تماشيت معاك ولا ترى مفروض من قبل مسلم، ولكن الآن باخذك وسلم، وياخذني ويسلمني للشرطة. قال اسمع بنحطك هنا في الحبس وبكرة هم يجون ياخذونك. قال من اللي يجي ياخذني؟ قال بتعرفهم بكرة، سوي نفسك راعي مشاكل وراعي جدول، ها سوي نفسك عنتر بن شداد وقوي وتطاق مع الناس. قالهم هم إذا رحت هناك يربونك ويعلمونك الأدب. يقول مناف العسكري ما يدري إني والله العظيم شخص مؤدب، وكان تعامله معاي بقسوة، كل شوي يمر علي ويقط علي بعض الكلمات. خل أخوياك يفيدونك، مسوي نفسك قوي، تطاق مع عيال الناس وتدفدفهم. يقول مهم كلامه كان موجع لي، كان قوي كل شوي يجيني، لدرجة صرت أبكي أبكي في ذا السجن، يسمعون صياحي من أول السجن لآخر السجن. كل ما مر أقول له يا أخي خلاص خلاص الله يرحم والديك خلاص، ولكن يقول بعد شوي كذا هديت وحسيت براحة. قلت بس شكله هو يقط كلمات يبغي يربيني شوي وبعدها بيطلعني. صار عندي بصيص من الأمل يخليني أفرح شوي وأماشي وأعطيه على جوه. ولكن الموضوع ما جاء مثل ما أنا أبي، إلا الصبح طاق 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 شرك رك ويفكون الباب ويفتحونه ويقال له مناف تعال تعال أنت الولد الزاحف الصغير، ها تعال تعال. يقول يمسكني كذا ويسلمني وركبني جوا الجيب، يقفل علي إلا في اثنين راكبين قدام، وأنا على الطريق يقولوا لي ها تعرف وين بنروح؟ لا والله وين بنروح؟ قال لا لا بتعرف إن شاء الله، لا لا لا, لا. إيه بتعرف إن شاء الله، قدام قدام راح تعرف كل شيء، قدام راح نعلمك وين راح نروح. إحنا السيارة تمشي ويسرعون شوي ويفتحون الطريق كأني مجرم. يقول المشكلة إذا مريت لما السيارات والله إني أتخبى أنزل عشان ما يشوفوني. العسكري يقول لي لا تتخبى، الكل راح يعرف إنك مجرم، انزرع فيني إني أنا صدق شخص مجرم، وأنا والله ما كنت مجرم ولكن أعمالي كانت أعمالي جرامية شوي، كيف تطاق مع واحد ويضرب راسه في بلكة؟ يقول المهم ونوصل إلا إحنا في سجن الأحداث. ما بينزل، رجعوني تكفون رجعوني، والله ما عاد عيدها والله ما عاد عيدها رجعوني. قال ان شاء الله بعد ما تطلع من السجن ان شاء الله ما عاد تعيدها، وما ندري يمكن تطلع ويمكن تروح. قلت وش اللي تروح؟ قال ممكن تروح، انزل انزل. وانزل واحس اني حرفيا شخص قاعد امشي ببطء، يفتحون الباب شك 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 ترخ ويفتحونه وادخل، يدخلون معي اثنين. الا في واحد في وجهي كذا قال لي مناف، مرحبا مناف كيف حالك، يلا بدل ملابسك حبيبي والحين راح يجيك الحلاق يحلق لك راسك. قلت ها؟ قال وش اللي ها؟ الان راح يجيك الحلاق يحلق لك راسك وتبدل ملابسك وتلبس ملابس الاحداث. يقول صدق. وادخل كذا على مكتب قبل ما اروح للحلاقين والاشياء ذي، مكتب كذا في شخص زي المصلح، واحصل شخص كانه ابو. السلام عليكم كيف حالك مناف ابوي؟ طيب ان شاء الله امورك زينه والحمد لله يا رب. طيب مناف حبيبي وش اللي خلاك توصل المرحله هذه؟ وش صار؟ علمني علمني وش صار، وش الموضوع، اشرح لي اياه من البدايه للنهايه. يقول مناف وانا صرت اشرح له من A الى Z واقعد اعلمه وش صار وش والى اخره. اظهر هذا الشخص هو الشخص المرشد داخل الاحداث هذه. يقول يسمع سؤال فيه ويروح يحط لي مع ناس مناسبين لي. المهم واطلع من عنده وعلى طول على الحلاق يحلق راسي كامل، طلعت صفر صفر حرفيا صفر. يقول طبعا اول مره اشوف نفسي محلق صفر. يقول ياخذوني ويحددون لي المكان اللي انام فيه، وكان اثقل يوم في حياتي. يقول بعد مرور 3 ساعات من المكان اللي كنت قاعد فيه لجيني عسكري، السلام عليكم كيف حالك مناف؟ اسمع مناف انا بكون معاك من الان واضح وصريح، خويك نايف صقع راسه في البلكه ودخل في غيبوبه وان شاء الله انه ما يطول، ولكن هو بين الحياه والموت، عندك خيارين، اذا طلع حي راح يطلعونك، اذا صار ميت راح تطير رقبتك. يقول مناف اول ما قال تطير رقبتك ذكرت كلمه العسكري في السياره يوم قال لي يمكن تطير، فعرفت مقصده ان رقبتي تطير ويقصوني، وانا بين نزاع وخوف، انا شخص مالي في الاشياء ذي، وشلون وصلت للمرحله هذه؟ يقول قال لي الكلام والكلام هذا كأنه كهرب في صدري، وارجع لمكاني، طبعا المكان مفتوح، الكل يشوفني والكل يمر علي ويسلم عادي. يقول لي يمرون علي كذا شخص وانا حرفيا مصدوم من جوا، وقاعد اتخيل شكل القصاص، وكيف رقبتي اذا طارت وش راح يصير، وكيف راح اموت واسلوب الموت اللي انا فيه، يا ساتر، وش حطني في هذا الموقف الصعب. المهم واحاول اصبر نفسي واهدي نفسي من هذه الضغوطات. قلت ابغى اغير جو واسولف مع اللي حولي، واول سؤال يجي
في بالك داخل السجن انت وش تهمتك اللي انسجنت فيها. ومر على اول واحد حاولت اسولف معاه واخذ معاه بعض الكلمات. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب وش اسمك يا شيخ؟ انا والله اسمي وهج. والله ونعم يا وهج. وهج انت وش وضعك هنا؟ وش قضيتك؟ وش صاير لك؟ قال له تبغى تسمع قصتي؟ قال لي ايه. قال له تعال اقول. يقول وهج انا عمري 17 سنه والسالفه هذه صايرت لي من يوم ما كان عمري 16 سنه، يعني لها سنه لحد الان. قال طيب وش السالفه؟ قال السالفه احنا من اسره كويسه الدخل، متوسطه الدخل ممكن اعلى. يقول كانوا عندي اخويا في المدرسه، واخوياي هذولي كنت انا معجب فيهم بشكل كبير، كنت احبهم واتابعهم واقلد حركاتهم. يقول فكانوا هم يشترون بعض الاشياء وانا ما اقدر اشتريها. طيب شو السالفه يعني؟ شو الموضوع؟ قال اسمع راح اقول. يقول المهم كانوا يطلعون اخر الويكند يتغدون سوا ويتعشون بعض الاحيان سوا وانا ما اقدر، ودي اعيش معهم واجرب اللي هم قاعدين يسوونه. فرحت ذاك اليوم لابوي، سلام عليكم كيف حالك يبا؟ طيب ان شاء الله. يبا نبغى فلوس وما ادري ايش. قل فكان رد ابوي رد قاسي لي، وش تبي بالفلوس يا وهج؟ قل مشكله انا كنت ادري ان عند ابوي فلوس، كنت ابغى منه مبلغ بسيط، ولكن كان ابوي شخص يحب الفلوس مره، يحبها مستحيل يعطيك ريال، لدرجه يا مناف ان ابوي في حسابه ممكن 3 مليون 4 مليون ولكن ما يبغى يشتري لا ملابس جديده ولا اي شيء جديد داخل البيت. قلت والله مشكله. قال المهم ما عليك من هذا كله. المهم في يوم من الايام اخوياي هذولي صاروا يعزموني في المطعم واحيانا يعطوني وياكلوني، ومع الاكل هذا كانوا يقطون كلمات على ابوي، قالوا ترى ابوك خني ومعه فلوس وليه ما يعطيك. المهم خلوني اكره ابوي من كثر كلامهم السيء. يقول مناف انا جاء في راسي الان ان الولد ذا شكله قتل ابوه. يقول دائما يكرهوني في اهلي وفي ابوي وفي امي، ليه امك ما تتكلم على ابوك وتقول له عط وهج وما ادري ايش. يقول كلامهم كان يمر علي مثل السيف، وانا كنت شخص ما احب اتكلم واجد وشخص طيب مره مستحيل اني اناقش، ولكن اذا انفجرت. يقول مناف انا تاكدت ان وهج شكله قاتل احد، يا ابوه يا امه. قال لي المهم عزموني وصاروا ياكلوني وبرضه يقولون لي الكلام ذا السيء. في يوم من الايام عزموني على الصراحه، قال اسمع يا وهج، انا نعرف انك انت ودك تكون معاك فلوس، ودك تاكل مثلنا وتطلع معنا ونتعشى وتكون شخص مرتاح ماديا. قال لي والله ودي. قال في شغله حلوه، الشغله هذه راح نعطيك خمر وتروح توزع الخمر هذا على المشترين، يعني يبغوني اصير مروج للخمور. يقول صاروا يعطوني خمر واروح ابيعه بين الاستراحات اللي موجوده حقت الشباب، وصرت موزع كبير حرفيا ومروج على مستوى. قال لي مناف طيب. قال اسمع، في يوم من الايام كنت قاعد اوزع خمر وانا راجع للاستراحه احصل باب الاستراحه متغير القفل حقه. يقول عرفت ان الموضوع في شيء، ليه مغير مقفلين الباب وش السالفه؟ قلت سلقت على الجدار، تسلقت ونزلت وطبيت، الا احصل اخوياي جالسين كان معهم 3 أو 4 كبار بالعمر، كبار اظهر هذول الكبار وهم الناس اللي قاعدين يعطونهم الخمر هذا ويبيعونه، وهم يعطوني وانا ابيع. قلت السلام عليكم. هلا والله. هلا ايش عندك جاي؟ احنا منا قايلين لك لا تجي. يقول قالوا لي بعض الكلمات اللي زعلتني والله، واطلع مع الباب وامشي، وكنت زعلان حرفيا وما في مكان اروح له، بروح للبيت بقابل ابوي وامي وانا ما اواطن ابوي وامي. يقول لا بعدها بيوم يومين اللي يكلموني اخوياي في الاستراحه وصاروا مؤدبين معاي، وينك يا وهج؟ تعال من زمان عنك. قالوا ايش رايك نعطيك شيء تبيعه وراح يجيب لك فلوس؟ قلت لهم تم، ويعطوني كميه كبيره شوي واخذها وانا رايح ابيعها. اظهر اني بعت على شخص من احد افراد الحكومه، وصار هذا الشخص اصلا جاي يقبض علي مو جاي يشتري ويستخدم. يقول قبض علي ودوني الشرطه، وبعدها صاروا يحققون معاي. اكتشفت في الاخير ان اخوياي في الاستراحه هم اللي مبلغين علي عشان ما افضح الناس اللي شفتهم جوا الاستراحه. هذا انا الحين لي سنه وباقي ما خلصت اللي علي، ويا رب ما يحلول لي للسجن، لاني والله العظيم اني مرتاح هنا. طبعا يقصد بكلمه مرتاح ان حياته في الاحداث افضل من حياته في السجن. قال لان طيب وش سالفتك يا مناف؟ وصرت اقول له السالفه كامله. قال الله يكون في عونك. ويقول وهج اظهر انا مصيبتي تهون وبسيطه عند مصيبتك انت. يقول مناف حبيت وهج شوي، قلت له يا اخي من اغرب سالفه هنا موجوده في الاحداث؟ قال شف في 2، شفت ذاك المكان اللي مكتوب فوق رقم 3 والثاني هذاك اللي مكتوب فوق رقم 2؟ قول هذا المكانين في شخصين هناك جوا، واحد اسمه مسعود والثاني اسمه خالد، راح تستغرب من قصتهم. المهم واقوم من وهج بطلع بشوف مسعود وخالد، ابغى اعرف قصتهم. تحمس ليه؟ قال لي الاثنين هذولي من اكثر القصص اللي من الممكن انك تستغرب منها، بعدين القصص هذه قاعده تصير لناس صغار اقل من 18 سنه. المهم واقوم من عند وهج وبحرك، اللي يناديني المصلح المخصص لسجن الاحداث. هاي مناف، مناف تعال، كيف حالك ابوي؟ طيب. قلت والله الحمد لله بخير، شو السالفه؟ قال لي شوف ابغاك تكون قوي شوي وتتماسك، حاله نايف خويك والله العظيم مو كويسه، ولكن باذن الله نومه
اموره تتحسن وادع له، وقاعده تزداد الحاله من سوء لسوء. يقول الا قاعد اسمع صدى كذا، صدى كلامه، قال حتى لو مات ممكن اهله يتنازلون، خليك متماسك وقوي. يقول انا قاعد اقول في راسي وش حطني في ذا الموقف، وليه جيت تقول لي؟ قاعد يمسكني ويهديني يمكن ابو نص ساعه او 40 دقيقه. بعدين قال لي مناف انت وين كنت قبل شوي؟ قلت له انا كنت عند وهج. قال ايش تبي منه؟ قلت والله كنت قاعد اسمع قصته اللي خلته يدخل سجن الاحداث. قال لي خلاص زين. بعدين قال لي ذكرني بقصه وهج واقول له القصه. بعدين قال لي يا ولدي الحياه هذه يحتاج انك تختار فيها اشخاص تثق فيهم، واول مبدا يكون مبني عليه صديقك اللي هو مبدا الصلاه، لازم يكون يصلي وراعي دين ويخاف ربه. فالشخص اللي ما يصلي يصير له الاشياء هذه. فقال لي كلام، والكلام هذا صار رنان في عقلي. قال لي يا ولدي اللي ما يحترم مواعيد ربه اللي خلقه ووجده على الكون ما راح يحترم النظام البشري. اول شيء تبحث عنه في صديقك الصلاه، لان ربي اول شيء يبحث عنه في اعمالك الصلاه، فان صلحت صلحت سائر الاعمال. يقول فكانت نصيحته لي ذهبيه وما تنسى. قلت له يعطيك العافيه يا عم، شكرا لك على الكلام هذا اللي قاعد تقوله. وطلعت من عنده وفيني هاجس اعرف قصه مسعود والشخص الثاني اللي اسمه خالد. قلت خلني اروح ازور مسعود. يقول اول ما زرت مسعود كذا في مكان صغير مره، وكان جنبه خويه ومنزده عليه على فخذه، قلت السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول كان شكل مسعود شوي مخيف، يعني شعره طويل وطالع له شنب ودقن وتوه صغير، شكله كان مربك شوي. قاعد احس انه اكبر من الناس الموجودين هنا. قلت له تسمح لي ادخل؟ قال لي نعم. ايش تبي؟ قال انا ابغى اسولف معاك لاني والله طفشان في ذا المكان، ودي اسمع قصص عن الناس اللي موجودين هنا في الاحداث، ممكن هذه الايام هي اخر ايام حياتي فابغى استمتع فيها قبل ما اموت. يا ساتر يا كلمات مناف القوية، حرفيا اللي اثرت فيه مسعود وخلته يوافق على كل شيء يبغاه. قال له وش وضعك؟ وش تبي؟ وش تبغى مني؟ قال انا سمعت انك انت من اغرب الناس الموجودين في الاحداث واعظمهم قصة، فودي اسمع قصتك اللي خلتك تدخل الى سجن الاحداث. يقول مناف ناظر فيني كذا، قال لي اسمع يا مناف، قصتي ما راح يصدقها العقل. يقول قصتي لدرجة انا يوم دخلت الاحداث هنا وهديت صرت اقول هل صدق اللي قبل سنتين وكان بعمر 15 سنة هذا أنا؟ يا أخي مستحيل أوصل للمرحلة هذه. خذاني الحماس ودي أعرف شو موضوعه. يا ابن الحلال خلصني قلي. قال لي اجلس. جلس. قال لي اسمع يا مناف، راح أقول لك الآن قصتي كاملة، ولكن أنا راح أقول لك قصتي كاملة، ولكن أبغاك تفتح لي إذنك وتشغل لي عقلك زين. ولكن قبل ما أقولها لك أنت وش موضوعك هنا؟ وصرت أقول له السالفة حقتي. قال خلاص أنا بقول لك سالفة راح تهون عليك مصيبتك. قلت له أبد سم بالله وقلي. قال أنا مسعود بعمر 15 سنة لكن في منطقة، والمنطقة هذه قديمة شوي. يقول كنت أنا مع عيال عمي. يقول أخفيك عيال عمي كانوا كثيرين مرة. يقول الرجال بيننا كان منه الشخص اللي يسوي مشكلة أو إنه يطاق مع فلان وعلان ويطق. يقول فكانت هذه حرفيا نفس الرتب في حياتنا، يعني إذا أنت رجال طق فلان، وإذا أنت رجال خذ من فلان الشيء ذا. يقول إحنا تربينا على الشيء ذا، وبعطيك بعض السوالف اللي سويتها وأنا صغير عشان أبين لك عقلياتنا كيف كانت قبل. يقول عندنا بقالة في نفس الحي. يقول دخلت على عيال عمي وتحديتهم، تتحدون اني اسرق راعي البقالة وهو ما يدري. قالوا اتحداك والله لو تسويها انك رجال ابن رجال. يقول خذتني قوة كلامهم وتشجيعهم ورفع من معنوياتي شوي حبة. قوي اطلع ذاك اليوم للبقالة، وادخل البقالة واقول ميدل لنفس العامل بالله جيب لي الغرض اللي موجود ورا، كان غرض موجود في اخر البقالة. يقول فدخل العامل شوي واختفى، وادخل وافتح الدرج واسرق الفلوس. يقول وانا بطلع الله يخبطني طق ويمسكني يسطرني كف. يقول طبعا العامل هذا ما هو من نفس جنسيتنا وعايش عندنا ويسطرني كف، لا. يقول كان سادحني على ظهري. يقول ارفع رجلي وطرق في كتفه. يقول الا ويطيح واطلع من عنده واخليه ويلاحقني تعال تعال. يقول وانحاش وانحاش لين ادخل بين عيال عمي واثبت لهم اني سرقته وطقيته. يقول فكانوا يرفعون من معنوياتي اذا جيت اسوي اي شيء فيه جريمه، كانوا يشيدون لي على هذا الشيء. كنت استمتع في كلامهم من الاخير واحب الشخص يمدحني، هذه السالفه كلها وانا صغير. يقول المهم يوم جاء عمري على 14 سنة تحرفت على ناس أكبر مني، كانوا أكبر مني عمره. يقول كانوا أكبر مني بسبع ثمان ممكن 10 سنوات، وكانت أعمارهم على 25 24 وأنا كنت أبو 14 أو 15 سنة. يقول صرت أمشي معهم وأخاويهم. يقول الصدق كان معجبني جوهم، أي شيء أبغاه يجيبونه، وإذا جيت أسولف ما ينقصون مني ولا يتكلمون علي. يقولوا كل شيء سامحين فيه، كنت أقدر أدخن بينهم ولا يقولون لي شيء، كانوا يعطوني الدخان ويعطوني أي شيء أبغاه. يا شيخ لو أقول لهم الآن جيبوا لي
اي ماده محظوره ممنوعه يجيبونها. يقول والله اني كنت مستمتع متعه غير طبيعيه معاه. يقول لا اخفيك غير الخراب والدشره الثانيه اللي يسوونها. يقول ولكن اهم شيء اني مستمتع معهم واروح واجي ومعهم برضو سياره يودوني يجيبوني فيها. يقول المهم بعض الاحيان ما اروح ادرس، اروح عندهم في استراحتهم ويسوون لي راس الشيشه واقعد اشيش معهم واخذ راحتي. يقول في ذاك اليوم دخل علينا واحد، الواحد هذا اسمه ثامر. قال يا عيال والله العظيم يا حنا بنطلع اغنية، بس يحتاج الموضوع قوة قلب ولازم نكون حرفيا قاسين في ذا الموضوع. شو السالفة؟ قال هذه بيلها رجال. من الرجال بينكم؟ يقول كل رفع يده وارفع يدي معهم. قلت تمام، ايش بغيت بس؟ وش الخطة اللي تبغى تسويها انا معاك؟ وش تبي؟ ليه؟ لاني انا من يوم ما كنت صغير كانت المواضيع هذه عندي مرة سهلة، وبرضه ابغاهم يقولون عني رجال. قالوا اسمعوا، عندنا كذا خطة، ولكن اول خطة نبغى نجربها اللي هي نسرق جنوط السيارات ونبيعها. هذه اول خطة. قصد صرنا نسرق جنوط السيارات في البداية، ومر اول اسبوع اسبوعين ولا كفتنا جنوط السيارات. صرنا نتصيد الناس اللي يتركون السيارات شغالة عند باب المحلات، ناخذ السيارة حقتها نسرقها وعندنا مكان ندخلها فيه، ونصير نفكك السيارة قطع ونروح نبيعها على التشاليح، تشتري مكينة، تشتري جير، تشتري بيبان. قول كانت هذه حرفيا خططنا. صدق صرنا ندخل فلوس من هذه الاشياء. قول ما اكتفينا، مثل ما انت عارف منافل الجريمة الصغيرة تسحبها جريمة اكبر منها. يقول صرنا نسرق الحلال والمواشي الموجودة عندنا، نياق اي حلال موجود عند اللي حولنا نسرقه ونروح نبيعه في اي مكان. يقول لدرجة يوم صاروا يكتشفون ان احنا نسرق الحلال ولا حد يشتري مننا، صرنا ناخذ الحلال ونذبحه ونسلخه ونبيعه على المصالخ. يعني وصلنا لدرجة صعبة. ولكن مناف ترى الموضوع مو هنا، الموضوع اللي سجني في يوم من الايام الشلة اللي معاي خططوا على خطة. قالوا لي اسمع، انت صغير والخطة هذه مناسبة لك وما حد راح يشك فيك. قلت لا بعد ابشر، وش تبون بس؟ قال الخطة نبغى نسرق اللي يروحون عند الصرافين، عرفتهم اللي يدعون الفلوس او يسحبون الفلوس، هي كذا مكاين مخصص لهم يصرفون الفلوس او يسحبون الفلوس. قال نبغى نراقب لنا واحد اثنين ونطقه وناخذ فلوسه. قلت لا بعد بس تمام. يقول ونروح عند احد البقالات ونتحرى احد يطلع وننتظر احد يطلع عشان نسرقه وناخذ فلوسه. يقول صرنا حاطين عيننا على واحد نراقبه، ويقولون هذا الرجال عنده فلوس، وانتظروه لين يصرف فلوسه، ويقولون انه يصرف فلوس كل يوم الاربعاء الصبح، يسحب فلوس عشان يوديها للمحلات حقته. يقولوا رسمنا له خطه، والخطه اني انا انزل بما اني صغير في العمر وشكلي مو شبهه يعني مره، ادخل اسوي نفسي باصرف واشق جيبه واخذ الفلوس، ويقولون ان الفلوس يحطها هنا في جيبه اللي قدام. قلت بس انتظر يصرف يحط الفلوس واسحب الجيب مع الفلوس. ولكن ما جاء في بالي ان في ذيك الايام شائعات قاعده تدور ان في حراميه في نفس المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، وبرضه معروف من زمان ان في ناس ينسرقون من عند الصرافين. صار كل واحد يجيب معاه سكين، واللي يجيب معاه سلاح بسيط، واللي يجيب معاه ثلاثة أربعة يفزعون له. يقول هذا الرجال كانوا عياله واقفين وراه وما كنت منتبه، كانوا واقفين عند باب المحل. يقول أول ما صرف كان المبلغ 4000 حدوده. يقول حطها في جيبه وهو لاف، إلا قلت له إيه، بناظر فوجي وأدخل يدي في جيبه شخ وأشق الجيب. يقول إلا ولده زنطني من رقبتي. يقول ولده متعافي، يقول يرفع بفوق ويمحط بتحت راخ، ويسحب الفلوس من يدي ويعطيها أبوه. يقول المهم سكوني وكتفوني ودقوا على الشرطة. يقول أول ما دقوا على الشرطة أنا خفت، قلت بس فيها السجن. يقول الرجال قال لي وش اسمك أنت؟ وأقول له اسمي. قال أنت ولد فلان؟ سبحان الله، أبوك رجال كريم خلوق طيب راعي دين، ليه انت كذا؟ قال اسمع. يقول ميدو لده وخر. قال لي اسمع، انا بتركك عشان ابوك، انه ابوك رجال مع الرجال ولا ابغاك تعيبه. اسمعني يا ولدي، حركات السرق حركات الدشير ذي ما ابغاها، ولا تخرب سمعة ابوك. يقول والله الرجال مشاني واروح عند اخوياي وانا مكسور الخاطر. يقول صرت اقول لهم انه صار كذا وكذا 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 وكذا. قال يا رجال طز فيه ما عليك منه. يقول المهم ما ابغى اكثر عليك من عمليات السرق يا مناف، صرت اسرق بشكل كبير لدرجة اني صرت ادخل البقالات ومعاي ساطور. يقول صرت اسطو على المحلات. يقول صار قلبي ميت. يقول مشكلة اني صغير في العمر، والله العظيم اني صغير، وشلون صار قلبي قاسي وشلون ما ادري. يقول الاشياء هذه صرت استوعبها الان في السجن. يقول اللي دخلني الاحداث هنا سالفة صارت بعد عملية البنك، كنت مكسور الخاطر وابغى اثبت قوتي ومرجلتي وادخلك على بقالة واسرقها واسطو عليها انا واخوياي. يقول الا العامل
الاول يمسكني، يقول يوم مسكني واطلع السكينه واغزها في يده، واغز الثانيه واضرب الثالثه والرابعه واطعنه في بطنه واطلع. الا اخوياي كفو كفو عليك كفو. يقول هي في ظرف 3 ساعات الا تيجي الشرطه وتشيلني من عند البيت، يقولوا لي الرجال راعي البقاله مات. من بعدها دخلت الاحداث وانتظر حكم اعدامي. واطلع من مسعود وانا في راسي اروح ازور خالد، ولكن كان الوقت ما يسمح، قلت خلني اريح وارتاح واليوم الثاني اكلمه وان شاء الله انه يقول لي قصته. طبعا في سجن الاحداث ترى يعتبر زي الساحه المفتوحه، وبرضه كانت دراستي داخل السجن في مدرسه جوا وفي مدرسين وفي كل شيء. يقول المهم رجعت لفراشي وانسدحت بنام، ويجيني تانيب ضمير داخلي خلاني اتقلب يمين يسار، ابغى نام ابغى نام ما قدرت. كل شوي اتذكر شكل نايف يوم دفيته وصب الدم، واقول في نفسي انا وش اللي خلاني اوصل هنا وانا ماني في مكاني المخصص لي. وكنت ادعي ان ربي يقوم نايف بالصحه والعافيه وافتك من حكم القصاص اللي راح يكون علي. المهم نمت من كثر التفكير، نمت كذا نومه فجاه شكلي غلط نومي غلط مكاني غلط، ولكن من كثر التفكير المفرط نمت. واصحى بعد ساعه او ساعتين وانا مفزوع، حلمت حلم الله لا يقوله، الحلم هذا كان مخيف، كان في ناس يجروني الى ساحه القصاص، كان نايف قاعد يتفرج علي. يقول صحيت مفزوع وانفث على جنبي اليسار 3 مرات واتعوذ من الشيطان، وقاعد اتفرج في اللي حولي وكلهم نايمين. انتظرت الساعه الاولى الساعه الثانيه الساعه الثالثه لين طلعت الشمس، يوم طلعت الشمس جاني النوم وحسيت بالامان وحسيت ان في طاقه جايه من الرحمن، ونور الصباح خلاني اتغذى واتامل بشيء جديد وانسدع على جنبي شوي وانام لي ابو 2-3 ساعات. وتجي لحظه الفطور اللي يجوني يصحوني في واحد يطق فوق راسي كذا حديد بحديد طق 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 طق، يلا قوموا وقت الفطور. يقول واصحى من النوم واغسل يدي واروح افطر معهم. يقول سبحان الله وافطر وكان قدامي خالد، واللي باين لي من خالد انه شخص لطيف مره لطيف مره لطيف، شخص ما هو شبهه، شخص ما له دخل في الخراب، واضح انه مؤدب ومبتسم والكل يمزح معاه. حرفيا خالد كان شخص مختلف عن وجيه الناس اللي زرتهم. قلت بما انه الشخص عفوي راح اقول له اني راح امرك غرفه ودي اسولف معاك شوي. قلت له كذا، قلت السلام عليكم خالد كيف حالك طيب؟ نظرني قال يا مرحبا ومسهلا هلا حياك الله. من معي؟ قلت له انا مناف جديد عندكم في السجن لي يومين. قال الله يكون في عونك يا رب. سم امرني وش بغيت؟ قال يا اخي ابغى اجي بعد الفطور اجلس معاك واسولف معاك سالفه سالفتين كذا، وابغى اعرف منك بعض الاشياء. قال لي ابشر ابد ما طلبت شيء، اول ما نخلص فطورنا تعال، واذا تبي تجي الان ناخذ فطورنا ونروح للغرفه. قلت لا خلنا نفطر ونخلص وبعدها اجيك. يقول بعد ما خلصت فطوري خذت لي كذا علبه مويه وتوجهت لخالد وادخل عليه لو سمحت اقدر اجلس ابد تفضل، وكانوا في 3 قاعدين عنده. قال عادي يكونوا موجودين؟ قلت له عادي ابد لا تشيل هم، خلهم اللي يبغى يجلس يجلس. يقول مناف خالد كان بعمر 15 أو 16 سنة، ولكن والله العظيم تصرفاته تصرفات شخص عاقل وكبير. فقاعد اربط في مخي اقول هذا الان وش تهمته؟ وش اللي خلاه يدخل سجن الاحداث في هذا العمر؟ المهم قلت له كيف حالك يا خالد طيب؟ قال الحمد لله. وش بغيت؟ يا خالد عندي سؤال وان شاء الله ما فيها احراج، ابغاك يا خالد تعلمني وش سبب دخولك الى سجن الاحداث. شوي ناظر فيني وعيونه شوي قامت تدمع، حسيت الموقف محرج له. قلت له سلامات ايش فيك يا خالد؟ قال ما يدري اللي عنده قومه وطلعوا برا، قال بقول لك كل شيء بس خلهم يطلعون. بعدين قال لي مناف في 2 عندنا هنا في السجن اسمهم مناف. قلت في واحد نفس اسمي؟ على ان اسمي اسم نادر. قال لي في ثاني برضو اسمه مناف معنا، ولكن اتوقع انه اكبر منك بشوي. قلت يا ساتر وش تهمته؟ قال تهمته صدم متعمد بالسياره، يعني قتل واحد عن طريق السياره. قلت والله يكون في عونه. شو يقول لي خالد؟ يقول سبحان الله حتى اسم ابوه نفس اسم ابوك. يقول فانا اعتقدت انك انت هو نفس الشخص ذاك، ولكن الان ايقنت انك شخص ثاني. قال بعلم قصر، انا خالد بعمر 15 سنة، انا اهلي مقتدرين ماديا مرة لدرجة لو ابغى اي شيء يجيبونه لي، وما كانوا مقصرين معاي نهائيا. يقول ولكن لا تعتقد ان هذا الشيء كويس، بالعكس هذا الشيء هو اكبر سلبية كانت علي. قلت له شو السالفة يا خالد كيف؟ قال اهلي كانوا بس يعطوني المال ولكن لا يعطوني لا الحب ولا التقدير ولا الاحترام. يقول ما كان الشيء هذا موجود عندهم، يقول بس يعطوني الفلوس ولا يسألون عني. يقول لا امي ولا ابوي
ولا اخواني. وش تبي يا خالد؟ ابي سياره خذ سياره، ابي بيت خذ بيت. يقول احنا اسره مقتدره مره. يقول فكنت اعتقد ان المال كل شيء داخل الاسره، والله العظيم يا مناف اني كنت اتمنى ان ابوي وامي اني اطلب منهم شيء يقولون لي لا، عشان احس بقيمه الشيء اللي بيدي. كنت اعتقد ان كلمه لا هذه كلمه مو كويسه الاب والام يقولونها لعيالهم، ولكن ايقنت ان كلمه لا من افضل الكلمات اللي مرت علي في حياتي. يقول ولكن أيقنت بعدين إن كلمة لا كلمة مهمة لازم يقولها الأب والأم لعياله، وخاصة إذا كانوا في سن المراهقة. قلت له وش السالفة؟ علمني وش صاير، موضوعك جذبني. قال اسمعني، أنا درست في أفضل الابتدائيات الموجودة عندنا. يقول مناف من كلامه عرفت أنهم ناس أغنياء. يقول ولكن المتوسطة كنت عايش بين أخوياي وكنت أعتقد أني محبوب بينهم. يوم من الأيام عرفت لي على أربعة، والأربعة هذولي هم شلة يجلسون مع بعض، وبعض الأحيان نطلع العصر والمغرب مع بعض نتمشى. يقول كنت اعتقد انهم نفس اخواني. يقول واروح واجي معهم وكل شيء زين. وذيك الايام كانت ما معي سياره، فكانوا يقولون لي ليه اهلك ما يشترون لك سياره؟ ليه ما يعطونك؟ ليه ما يحطولك؟ يا غريبه، اهلك عندهم فلوس، ليه ما يعطونك؟ ليه ما يحطون لك؟ ليه ما يجيبون لك؟ قلت له انا اقدر لو ابغى من اهلي بيعطوني عادي. قال طيب يلا اتحداك تشتري سياره. يقول انا في بالي قبل انهم هم صدق يبغون لي الخير، ورحت قلت ميد اهلي وهلي ما قصروا، قال خلاص الشهر الجاي باذن الله نشتري لك سياره. يقول ويجي الشهر الجاي ويشتروا لي هلي سياره، وصرت اروح فيها المدرسه وارجع، واروح فيها المدرسه وارجع، وامرهم واوديهم واجيبهم، وهم برضو معهم سيارات. يعني ما راح اقول لك انهم هم كانوا يتمصلحون معي عشان يركبون معي في السياره، لا، هم معهم سيارات وانا معي سياره، وكنا برضو صغار في فتره المتوسطه. صرت امرهم واجيبهم، امرهم واجيبهم على هذه الحاله. يقول ثاني متوسط كنت اركب مع واحد من العيال اسمه علي. علي هذا يعرف يسوق ويفحط. يقول دائما اول ما نطلع من المدرسه يصير يفحط بالسياره، ويعجبني الموضوع. يعني السياره وهي قاعده تمشي على جنب، يقول عجبني الموضوع مره، صرت ابغى اسوي نفسه. يقول مناف انا الان عرفت ان خالد شكله صدم ناس وذبحهم. قلت له ايوه كمل. يقول صرت افحط نفسه على هذه الحاله. يقول طبعا انا ما كنت اخاف من امي وابوي انهم يراقبوني اذا فحطت او شيء. يقول ولكن بعكس اهلهم هم لو فحطوا طقوهم، ولو فحطوا سحبوا منهم السياره. قلت دام اهلي يعني كذا كنت اعتقد انهم فري مخليني على راحتي. يقول في يوم من الايام جاني علي قال لي اسمع فيه تفحيط بيكون على الشارع الفلاني. قلت له ايوه. قال وش رايك نحضره؟ قلت والله حلوه ذي، خلاص تم. يقول والله وانتظرهم ذاك اليوم في نفس الوقت اللي اتفق معي علي، ويمرني وياخذني ومعي اخوياي. يقول نطلع للشارع هذا المخصص للتفحيط. يقول اشوف واحد قاعد يفحط من بعيد، يفحط يمشي 200 180 والناس صفقوا له ويصفقوا له، يا ساتر يا الوناسه. يقول مره كانوا يحبون ذا المفحط. يقول ياخذ الشارع رايح جاي. يقول والله ما اخفيك يا مناف مع هذه الشله. يقول دخل الموضوع في راسي، قلت يا شيخ ذا التفحيط يا شيخ والله انه فله وكويس والناس صفق لك وراح تعرفك. يقول المهم ولكن ما توقعت يوم من الايام اني انا راح اكون في هذا المكان. يقول ايام المتوسطه كانت حياتنا والله العظيم دشره، دخان وسهر، وبعض الاحيان اشياء ناخذها ونستخدمها ما لها داعي. يقول في يوم من الايام علي قال لي وش رايك نصير نفحط نفس اللي كانوا يفحطون. يقول قلت له والله اني اخاف يا اخي وما ادري إيه. قال تخاف؟ قلت له ايه. قال لي اسمع بجيب لك حبوب. قل حبوب هذه تخليك رجال ما تخاف. وش ذا الحبوب؟ قال ما عليك بجيبها لك. قل صدق. ويقعد بعد يومين ثلاث ايام اللي هو جايبها لي. يقول كان وضعها غريب ولكن استخدمتها. يقول ما كنت ادري انها من الحبوب الممنوعه، وصاروا لي معي في السياره كلهم يتعاطونها من زمان وهم صغار. يقول واخذهم بالسياره ذاك اليوم، السياره طبعا كانت حقتي، ويركبون معي. يقول واسرع وانا ما احس بنفسي، مسرع. يقول انا بس اتذكر طبلون نازل على الاخير. يقول الف يمين والف يسار وارمي السياره وتروح وطق الماسوره. يقول واضرب في الماسوره من ورا. يقول اول ما ضربت في الماسوره من ورا اشوف كل اللي في السياره انخضوا، وعلي اللي كان على الباب صقع راسه في القزازه اللي قدام. يقول شوي انغمى علي وطحت على الارض. فجاه افتح مركبين لي حقه رقبه وحالتي حاله، انا في المستشفى وجنبي اربع جثث. من الاربع جثث اخوياي اللي كانوا معاي في السياره كلهم ماتوا. يقول واصير اصيح وانا على السرير، قلت يا الله انا وش سويته في نفسي؟ انا خالد الشخص المؤدب المحترم كيف قدرت اقتل اخوياي؟ يقول واقعد في المستشفى ما يقارب شهرين، بعدها قالوا حالته ممتازه، لكن المشكله اخوياي اللي ماتوا اهلهم صاروا يطالبوني بالديه، يبغون يذبحوني، يبغون القصاص مني. اعطيناهم فلوس الدنيا والارض، وصلنا لمبالغ كبيره، ولكن ولا واحد من اهلهم تنازل. عشان كذا يا مناف انا في السجن وانتظر حكم اعدامي.
انت متخيل الكلام هذا يطلع من شخص عمره 15-16 سنة يقول انا انتظر حكم اعدامي؟ يا ساتر يا ساتر، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم يا رب. ماني متخيل الموقف ان في شخص عمره 15 سنة يقول انا انتظر لين يتم عمري ويجي حكم اعدامي. اعوذ بالله يا الصحبة السيئة، ولا يحطكم في ذا الموقف اللي انحط فيه خالد. المهم يقول والله قصتك غريبة، يعني هم اللي كانوا يعززون لك ويعطونك واخر شيء يروح كل شيء في رقبتك، الله يكون في عونك ويعوض هلك فيك. قال لي امين ان شاء الله. قال لي وش قصتك؟ وقلت له قصتي كامله. قال له ان شاء الله النايف يقوم بالصحه والعافيه. يقول لاحظت ان سجن الاحداث 30% منهم كانوا يتعاطون، او صحبتهم سيئه، او اهلهم ما ينتبهون لهم. يقول المهم بعد مرور 7 و8 ساعات الا اسمع الباب الكبير ينفتح، جاي شخص مندوب لسجن الاحداث. السلام عليكم. عليكم السلام. وين مناف؟ قلت له انا موجود. قال لي تعال. قلت الله يستر، يا رب سترك، يا رب سترك، يا رب سترك. وجي قال لي ادخل المكتب. ادخل المكتب، يقفل الباب. قال كيف حالك مناف؟ طيب، كل شيء زين؟ قلت الحمد لله بخير. خلص، وش الموضوع؟ قل لي. قال اسمع يا مناف، قدر الله ما شاء فعل. قلت بس شكل نايف مات. قلت له ايوه، وش السالفه؟ قال اسمعني يا مناف، الشخص اللي تعرضت له انت واخوياك مات. وقعد اصيح واصيح صياح يا شيخ يسمعونه اخر السجن. قلت مات؟ قال لي مات. قلت له متاكد النايف مات؟ قال لي نايف؟ لا مو نايف، اللي مات مو نايف. انت مين؟ انت مين؟ وقلت له انا اسمي مناف، وقلت له اسم ابوي واسم العائله. قال لي لا 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 معليش انا غلطان. يقول يوم قال كذا قسم بالله العظيم يا كانها نار طفت. يقول انكتمت يوم قال خصمك مات، ولكن تذكرت ان في مناف واحد في السجن نفس اسمي. قلت له لا ترك غلطان في الاسم. قال لي معليش، ويطلعني من الباب. قال نادوا لي مناف الثاني، وكان يعتذر ويقول والله اسمك شوي نادر عشان كذا فاعتقدت انه هو انت بس. قل واطلع الا في وجهي يجي مناف الثاني، شخص كثير شوي وحسه خلاص بيدخل 18 سنه، ويدخل عند الرجال هذا ويطلع وهو يصيح يبكي 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 بكى. واكثر كلمه سمعتها انا وش سويت؟ والله ياخذك يا الشيطان. يقول واطلع وقلت الحمد لله النايف لحد الان ما جاء خبر عنه. يقول جاء يوم الزيارات، اليوم اللي يزورونك فيه اهلك ويشوفون وش عندك. يقول جاني ابوي وامي. هلا والله مناف، كيف حالك؟ طيب، ها كيف امورك؟ كل شيء زين؟ مرتاح؟ ان شاء الله النايف بيقوم بالصحه والعافيه. وكانوا قاعدين يهدوني وانا مسوي نفسي قوي قدامهم. قلت لا لا ما عليكم، ان شاء الله بيقوم الامور زين، لا تشيلون هم. يقول قلت كلمه، والكلمه هذه في قلبي ابغى اقولها من زمان. قلت يا يمه لو صار شيء ونايف مات. تكفين يا يمه، لا تزعلين ولا تبكين ولا صحيح. انا غلط وانا استاهل اللي صار لي. كل شوي الا امي تنفجر صياح. لا تقول كذا، تفاول بالخير وان شاء الله انه يقوم بالصحه والعافيه، واحنا ما راح نخليك. المهم طلعوا اهلي، وتستمر الايام في السجن لمده 17 يوم. فجاه يجي المندوب اللي يجيب اخبار السجن، ناداني وقال لي مناف تعال. وكانت ضربات قلبي حرفيا في ازدياد. قلت بس الله يستر، شكل في خبر. وادخل قال كيف حالك؟ طيب، نفس الاسلوب اللي سواه معاي قبل. قال لي يا مناف خويك نايف، ابشرك صحة. يقول وانفجر صياح. اول ما قال لي النايف صحة واصيح، وقال صحة الحمد لله تمام واموره زينة وصحة امس الفجر. قل الحمد لله ان ربي فك اسرك. يقول قعدت ابكي بكى وحلفت في نفسي، اقسم بالله العظيم اني ما اطاق مع احد ولا اتعدى احد بعد ما شفت الويل في هذا السجن. يقول كأني ولدت من جديد وطلع مناف شخص جديد. يقول قالوا خلاص 3 ايام وبتطلع من هنا ان شاء الله. يقول لكن ننتظر ابو نايف يتنازل. يقول بعد 3 ايام واطلع من السجن، وقبل ما اطلع رحت سلمت على كل اخوياي اللي هناك وقلت لهم الله يحميكم يا رب ويعطيكم الف عافيه على الشيء اللي سويتوه لي. يقول طلعت من السجن ورحت النايف، اول ما شفت نايف حضنته على طول وقلت له والله العظيم اني انا اسف. الا نايف يناظر فيني قال لي من انت؟ قال لي من انت؟ انت مين؟ ايش تبي؟ يقول انا توقعت انه رجع لاسلوب النذل، اسلوب النذل اللي دائما يسويه. قلت اكيد انه مسوي نفسه انه ما يبغى يعرفني ويبغى ينكرني. شوي اللي يقول لي يقول والله ما اعرفك. وناظر في ابوه قلت له ابو نايف ولدك كيف ما يعرفني؟ قال لي مناف ولدي فقد الذاكره. طبعا الثلاث قصص اللي سمعتوها قبل شوي تراها قصص حقيقية صارت في ناس كانوا طيبين، والله العظيم طيبين، وتحولوا إلى مجرمين. فتكفى اسمعني شوي وركز معاي وعطني عقلك لمدة 5 دقائق، وإذا كنت نايم الآن نوم العافية، ولكن إذا صحيت اسمع ذا الكلام اللي راح أقوله لك زين. إني عارف ناس يرسلون لي يقولوا سامة صرنا ننام على قصصك، ما أدري أحزن ولا أفرح والله العظيم، ولكن اسمع هذه الكلمات مني زين. أهلك ثم أهلك ثم أهلك، قالوا لك إيه أو لا فخلك معه. اعترف لنفسك قل انا ما نضجت توني، لا تعيش حياة ناس انت مالك دخل فيها، فانتبه تنجرف مع اخوياك.
وأول شيء تختاره في صديقك الصلاة، والله لو فيه اللي فيه، ولكن إذا قال الله أكبر أشوفه في المسجد هذا راح أتمسك فيه ولا أتركه أبد، لأنه أحترم مواعيد ربه. والشيء الثاني، لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الرسول كان يقول لا تغضب، الغضب بعض الأحيان يوديك الأشياء أنت ما تبغاها. والشيء الثالث، اختر أخوياك زين، لأن والله العظيم وأنا أقولها لك ومتأكد من هذا الكلام، إن خويك هو يوديك للقمة أو ينزلك للقاع، اختر خويك بعناية. والشيء الرابع والأخير، انتبه لنفسك حبيبي وعزيزي المتابع، لأنك والله العظيم شخص مهم بالنسبة لي. وأشوفكم في أمان الله، سلام عليكم.